وفي نشرة سابقة أكد سعادة الدكتور ناصر بن محمد البلوشي سفير مملكة البحرين بالجمهورية الإيطالية، أكد أن العلاقات الوثيقة بين مملكة البحرين والجمهورية الإيطالية تشهد تقدما وتطورا مستمرا على جميع الأصعدة. زيارة سيدي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة المعظم أيده الله ملك مملكة البحرين إلى الجمهورية الإيطالية هو لتعظيم وتقوية العلاقات الوطيدة بين البلدين الصديقين في المجالات السياسية والاقتصادية، حيث يتشارك البلدان في الحقيقة في مجال العمل من أجل السلام في العالم والتنمية المستدامة لأجل حياة أفضل لشعوبهم. العلاقات الوثيقة بين مملكة البحرين والجمهورية الإيطالية شهدت تطورا ملموسا، ويأتي ذلك من توجيهات سديدة من سيدي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة المعظم أيده الله وسيدي صاحب السمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. نعم. والسياسات التي اتخذتها مملكة البحرين لتنفيذ هذه التوجيهات، فقد زادت التجارة الخارجية بحوالي 30%، ومن المؤمل أن تزيد هذه النسبة خلال الفترة القادمة